مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقاتنا الاسبوعيه رواد الاعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجلا مميز، ومن زاويه مجال الاعمال الاكثر تميزا والاكثر جمالا رحبوا معي بالاستاذ احمد صاحب مطعم مستر بريستر. بدايه اسعد الله اوقاتك، اهلا وسهلا بك استاذ احمد. بتشكركم على هالفرصه الجميله والاستضافة الكريمة وشرفتونا بمستر بريسكت. شكرا كلك سوي. طبعا الآن أستاذ أحمد بدي أتعرف عليك ونعرف المشاهدين أكثر بحضرتك وعن بداية حياتك العلمية والعملية، كيف لجأت لموضوع البيزنس هون بدون الإمارات. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا أنا ووالدي وأهلي سكننا الإمارات تقريبا من 96، فطفولتي ومدرستي وجامعتي كلها في الإمارات. تخرجت من الجامعة الأمريكية في دبي فاينانس، اشتغلت سنتين، وكان يوم من الأيام قاعد مع أخوي الأصغر مني وعم نحضر فيلم على التلفزيون. فبهذا الفيلم بيكون قصة شيف مشهور بيطلع بيلف ولايات بأمريكا وبيجرب أكلات مميزة بكل ولاية. وصل على تكساس، ولاية تكساس، ولاية تكساس هي مشهورة، هي أهم الولايات في العالم وأهم المناطق بالعالم المختصين في المشاوي الباربيكيو، فن الشوي. وهناك بروح اول مره كنا بنشوف بريسكت. البريسكت هي قطعه لحم تيجي من البقر بين الرقبه والايد الاماميه وتدخن 12 ساعه. طريقه الطبخ تبعها فقط تدخين بدون على الحراره وعلى الدخان على الحطب الحقيقي على الحطب، وتتدخن 12 ساعه بتطلع طريه كثير وطيبه كثير. وان شاء الله اللي بتنعمل هيك هي هاي. فكنا عم نحضر، بقول له انا سافرنا شفنا بس بحياتنا ما شفنا هذا. دورنا بدبي، كانت هذا ب 2015. اوكي دورنا ما كان في مطعم بدبي بيعمل هاي الوصفه هاي الاكله. حلو. فقلت له والله فكره. قال لي طب كيف حنبدا الموضوع؟ قلت له سهله، احنا ما مو اختصاصنا مطاعم، لا انا ولا انت، انا خريج ماليه هو خريج ماليه كمان. قلت له خلينا نلاقي شركه عالميه تختص في هذا الكلام ونجيبها على دبي. حلو. قال لي تمام. وفعلا توفقنا ولقينا شركة وقعنا معهم واتفقنا، بسموه فرانشايز يعني عقود. هو بيجي كمختص بيدرب التيم وبيعمل كل شيء. صحيح. ودبي بهداك الوقت اعلنت بال2015 البلدية دبي انه حيوافقوا للفود تراكس او للشاحنات الاكل الطعام توافق عليها بال2015. فاحنا فعلا طلبنا فود تراك من امريكا. قبل ما توصل باسبوعين نتفاجأ بمكالمه من صاحب الفرنشايز بيقول لنا انا ما بقدر اجي. فكرت بالموضوع كثير ولقيت حالي اذا حترك البزنس تبعي ممكن افشل ببلدي، فانا لازم احافظ عليه، فشباب اعذروني. انا سمعت هيك قلت له لا اخوي اسمه مالك، قلت له مالك حصل خير. تسلم لي. فقلت له مالك حصل خير، انا بكمل. انا كنت بشتغل وقتها كمان وهو كان بيشتغل. قلت له ما صار شيء، منبيع التراك كل واحد يرجع على شغله. قال لي لا. قلت له شو لا؟ قال لي بدي اطبخ انا بريسكت. قلت له مالك تطبخ بريسكت؟ هو عنده فن بالاكل، عنده بدخل على المطبخ بطبخ، عنده لمسه للمية بالمية 100%. بس قلت له عالم المطاعم وفن المطاعم قصه ثانيه. قال لي توكل على الله، خلينا ناخذها يعني ونشوف. وفعلا استأجرنا مطبخ صغير بالقوز بدبي وقعد تقريبا 3 شهور. البريسكت التحدي فيه انك انت بتدخنه 12 ساعة، فانت ما بتعرف اذا ضبط معك او ما ضبط الا لما تستنى ال 12 ساعة. فكل تجربة في 12 ساعة. قعدت 3 شهور تقريبا، ويوم ما بنساه اتصل لي قال لي احمد اظن الامور تمام، تعال تفضلوا عنا. جبت اصحابنا من الجامعة نزلنا على الويرها على المطبخ، الشباب اكلوا حبوا الاكل كثير، وكانت هاي بداية رحلتنا. فيعني الحمد لله رفض المطعم هي اللي خلتنا نتشجع 100%. صحيح. ومن هنا تبلش مشوار مستر بريسكت كفود تراك، كانت أول تجربة لنا بفود تراك ب 2015. صحيح. الله ولي التوفيق طبعا دائما الحمد لله. خلينا نتعرف أكثر على مستر بريسكت، على الخدمات اللي بتقدمها. شو هي الوجبات؟ هل أنتم أخصائيين بس بهاي الوجبة؟ تمام. ولا في وجبات ثانية؟ خلينا نعرف المشاهدين أكثر. فكرتنا كانت كمستر بريسكت، لقينا أنا ومالك لقينا في منحب أكل البرجرز بشكل عام.
واللحم فاحنا قلنا البريسكت هي الشيء اللي المميز عنا اللي هو مش موجود في السوق، فكلحم مدخن. وقلنا كان حابين ندخل فكره الهامبرجرز، بس كان عنا الدافع الرئيسي انه كيف احنا نقدم برجر العالم تحب طعمته كتير، ولكن هو يعتبر خلينا نسميه معمول من مكونات نظيفه صحيه فريش. فكانت هذا بنت فكره مستر بسكيت انه احنا كل اللحوم الدجاج اللي بنستخدمه معنا هي خاليه من الهرمونات، خاليه من الجي ام او 100%، من الانتيبيوتكس حتى كمان، تعتبر اورجانيك او عضوي. فكان هذا اول هدف لنا انه احنا نقدم للعالم الشيء اللي احنا بنثق فيه والشيء اللي احنا فعلا ببيتنا بناكله. فكانت هاي اول نقطه بدايه واول شرط من شروط مستر بريسكت لندخل هذا السوق، انه نلتزم نقدم فقط لحوم ودجاج خالي من الهرمونات، عضوي خالي من الهرمونات والانتيبيوتكس. انا بعتقد انه هذا هو سر النجاح 100%، هذا السبب اللي خلاكم تستمروا. طبعا من قناه ABC العربيه نتمنى لكم التقدم اكثر واكثر، ان شاء الله بنشوفكم بكل العالم مش بس هون باليوم. امين يا رب. اشكرك اشكرك اشكرك. الان في سؤال كثير مهم ومميز، كبزنس مان في بدايه شبابك وطموح اكيد ومستقبل امامك، تراجع الخبرة في سوق دولة الإمارات. تمام. إحنا تميزنا بالرغم من المنافسة الشرسة في دولة الإمارات في سوق المطاعم. طبعاً. أكثر من 2000 مطعم. طبعاً طبعاً طبعاً. نقدرنا نقبل وجودنا في هاي المنافسة الشرسة. النقطة يعني الأساسية هي هويتك. أنت شو الشيء اللي عم تقدمه اللي حيميزك عن أي حدا تاني؟ لازم هويتك تنبنى مش بس كأكل، كحتى براند، الهوية المرئية، العالم لما تشوفها، لما تشوف المطعم تتذكره، كيف حتتذكر ألوانه، شكل لبس الموظفين، التفاصيل كلها الصغيرة تعطي ايدنتيتي، هوية مميزة. هذا بشكل البراندينج أو الهوية. وغير الأكل، الأكل لازم بيكون شيء فيه مميز، لازم تاخذ شيء هاي كواليتي الأكل طبعا 100%، وتلاقي ايتمز معينة أنت تعرف الناس خلص تفكرت ببريسكت، فكرت ببرجرز عضوي، اول اسم بيخطر على بالها. مو شرط اول اسم، من اول اهم اسماء يكون اسم مطعمك موجود. التخصص، العالم هلا اكثر بتطلعوا على المتخصص، تفتح مطعم ويكون عندك كل الانواع او كل الاطباق. بالضبط، الناس بتدور على المتخصص 100% سبيشلايز، وهذا بتقدره وبتعطيه اهميه، وهذا اللي احنا ركزنا عليه. نركز بمنيو بسيط، متخصصين باطباق، احنا لحوم مشوية ولحوم مدخنة عضوية، فالناس صارت تعرف خلاص لحم عضوي، لحم مدخن ومشوي، هذا هو مستر بريسكت. فهاي يمكن الأهم أهم أهم شيء أنا بحكي لأي مطعم، ويكون في رؤية أنت شو حابب تقدم في السوق. الحمد لله إحنا اليوم خلال 2015 اليوم وصلنا 7 أفرع ما شاء الله، حلو الحمد لله. هدفنا كمستر بريسكت إنه إحنا نأخذ هاي الرسالة، يكون مطعم بيقدم الأكلات السريعة بس بطريقه صحيه وواعيه، كلمه واعيه يعني فعلا اللي احنا شيء اللي بنقدمه لنا في البيت هو نفس نوع الاكل اللي احنا بنقدمه للزبون. والربح اذا انت طلعت انك انت شو اللي بتقدمه، ما طلعت بس على الربح، قدمت شو اللي بتقدمه وركزت في اللي بتقدمه، الربح هو ثمره حيجي. لح مشاهد نصيب 100%، هاي كل مشاهد نصيب، هاي وارد 100% 100%. طبعا والله بنتمنى لك التقدم والنجاح، فعلا انا مبسوط بكلامك، مبسوط جدا بكلامك. تسلم. الان انت عايش بدولة الامارات طبعا زمن طويل، اكيد 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 بتعرف انه دولة الامارات رقم واحد في العالم، بتنعم بالامن والامان بالرفاهية بالبيئة الاستثمارية والسعادة. صحيح. فبدنا رسالة شكر مستر بريسكت هذا الريستورانت ومن الاستاذ احمد صاحب المطعم بشوفه قدام دولة الامارات. طبعا ما ننسى خصم الذكر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد طال الله عمره رئيس دولة الامارات. تفضل، المايك من عندك والكاميرا من امامك، تفضل. انا حابب بالنيابه عني احمد الزريقي ومالك الزريقي وعائله مستر بريسكت نتشكر قيادة الإمارات العربية المتحدة اللي وفرت لنا البيئة المناسبة، الحمد لله، لأنه نتميز كتميز الإمارات، وعطتنا قدوة. والشكر خاص للشيخ
سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وسيد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسيد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على كل البوادر والمساعدات والدعم اللي حطوه فعلا من على كل الأصعدة. فبشجع كل حدا اللي عنده رؤية عنده فكرة حابب يقدم شيء مميز. فعلا دبي والإمارات العربية المتحدة مكان خصب ومساعد وبيساعد لنمو الازدهار اكيد. برافو عليك، اشكرك لرسالتك، ان شاء الله رسالتك توصل لشيوخنا وحكامنا الكرام وتوصل للساده المشاهدين والمهتمين بهذا الموضوع. اشكرك. انا بشكرك استاذ احمد، اشكرك ولاستقبالك الرائع لنا في المطعم الخاص بحضرتك. ان شاء الله المره الجايه بنيجي وانتم 20 فرع مش 7. تسلم. بيوم من الايام حتستمروا في مسيرتكم، وان شاء الله ربنا يوفقكم توفيق ويوفقكم لعملكم وحياتكم العمليه. اشكرك جزيل الشكر. قبل نهايه البرنامج بدي نقول للمشاهدين برضه توضيح بسيط عن لوكيشن المطعم وين احنا موجودين بدبي. تمام. حاليا اليوم احنا عم نصور من فرعنا الجديد اللي هو في نخلة الجميرة في مبنى جولدن مايل 5، جولدن مايل 5. الحمد لله عندنا كمان فرع في الجميرة في شارع أم سقيم مقابل سنسيت مول. عندنا في الخوانيج في لاست اكزيت الخوانيج، عندنا في لاست اكزيت القدرة، هدول الموجودين في دبي. في الشارقة عندنا في الجادة، في العين في سبوت المويلح، وان شاء الله ان شاء الله قريبا في ابو ظبي في مرسى مينا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله توفقوا بعملكم. طبعا مشاهدينا الكرام، ارقام التواصل في اسفل الشاشه واللوكيشن بالضبط لموقعنا الجديد اللي هون بنخله الجميره. واشكركم على حسن المشاهده والمتابعه. بشكرك مره اخرى استاذ احمد على وقتك الثمين العظيم. شكرا لك. اشكركم شكرا. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.